بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الثالثة شبكات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وياكم دكتور مهدي عبادي مانع لمادة الجافا بروجرامينج المرحلة الثالثة، والمحاضرة الساسة اللي راح ناخذها بالجافا اللي هي تكملة لبقية المحاضرات السابقة وتكون بعنوان الأوفرلودينج ميثودز. تفكير بالمحاضرات السابقة طلاب، كانت التعريفات اللي أخذناها بها two conversation. عندنا ال implicit conversation هو تحويل من one type to another type بالجافا. شنو هذا ال implicit conversation؟ مثلا راح نأخذ مثال هسه، هذا هو ال implicit conversation، راح يكون من نوع بياني إلى نوع بياني ثاني. طبعاً بالimplicit conversation ممكن أن أحول الفلوت مثلاً إلى long، وممكن أن أحول الكاركتر أو النيوميريك كاركتر إلى انتجر. مثال، لو أكتب تعريف بالجافا إنه كاركتر C يساوي إنه A، بس أخلي ذني الكوتيشن الثنين اللي موجودات B، أقدر أقول انتجر أن يساوي سي. هذا الشيء صحيح. ليش؟ لأن هذا صار عبارة عن تحويل ضمني أو يصلحول الامبليسيت كونفرزيشن بالجافا. شنو الامبليسيت كونفرزيشن؟ يعني الايش قد قيمتها لنيوماريك صارت بالسي، والسي خليناها بالانتجر أن، فالجافا حولتها ضمنيا. زين، الامبليسيت كونفرزيشن اللي يسمح لي بتحويل one type to another type راح شي يكون، راح ممكن allows chars to be widened to the numeric types، يعني مكان ما يكون character راح يكون numeric type. Thus the assignment to n in the following is legal، يعني هذا صار legal مقبول. Then conversation involve computation اللي هو شنو؟ راح يولد لي new type of available types than this is assigned to the variable. مثال، لو نفرض overloading اللي مصطلح اللي يجينا، طبعا اكو مصطلحين، اكو overloading واكو overriding. شنو معنى overloading؟ overloading معناه انه can be several method with the same name، عدة مثودات بنفس الكلاس بنفس الاسم. شوفوا ذني اللي مظللهن بالاحمر، الكامب كامب كامب، ذني ثلاثه ميثود موجودات بكلاس اسمه سي، بس كلهن يحملن نفس الاسم. بس هل يجوز ان نخلي اكثر من ميثود نفس الاسم بنفس الكلاس؟ نعم يجوز، ولكن بشروط. الشرط الاول انه الريتين تايب هنا انتجر، الريتين تايب هنا فلوت، الريتين تايب بالثالثة هم انتجر. بس لو نجي يعني نقدر شو نقول؟ نقول نعم ممكن أنا أخلي أكثر من دالة بنفس الاسم، ولكن الريتين تايب مالتها مختلف. بس بنفس اللحظة إذا أكو اثنينات هنا الريتين تايب متشابه بس نباوع للفورمال باراميترز، راح تكون مختلفة. يعني هنا انتجر هنا لونج، هنا لونج هنا لونج، فالانتجر واللونج هنا راح شي يصير مختلف. زين، لو نفرض ذني الدوال هسه اللي اخذناه، راح اسوي اوبجكت ريفرنس من هذا الكلاس اوكي، ومرر له وعندي متغيرات، واحد اكس والثاني واي والثالث زد. ذني الثلاث متغيرات راح اسوي اوبجكت ريفرنس من الكلاس واستدعي اي داله باسم X و Y. ال X قلنا integer، وال Y شنو تعريفها؟ كان long. ال X integer وال Y تعريفها long. then دزيت له X Y، يعني بدي استدعي الميثود، بدي استدعي الميثود، دزيت X و Y. أول شيء X وال Y تنطبق على الأولى، وتنطبق على الثانية، وتنطبق على الثالثة. ليش؟ يعني الاكس انتجر هنا انتجر، والانتجر ممكن انا ارقي الى لونج، هم تنطبق على الثانيه،
وايضا هنا الانتجر ممكن انا ارقي الى لونج تنطبق على الثالثه، هنا لونج ينطبق على الاولى. اللونج ممكن ان يكون انتجر، ليش؟ لان انا عندي ملاحظه شو يقول ان بي وايدنج along 64 بيت، يعني الانتجر يروح يصير وايدنج تو لونج، والفلوت اللي هو 32 بيت كان بي وايدنج تو along. لذلك عند استدعاء الاكس والواي اوكي راح شو يصير عندي here the type match exactly or the third definition of compound، يا هي من عدن الاولى الثانيه الثالثه، فراح يصير عندي compilation error او يصير عندي ambiguous، والambiguous معناه غموض لدى الكمبايلر، يستدعي الداله الاولى، يستدعي الداله الثانيه، يستدعي الداله الثالثه، لان انا عندي قاعده تقول الانتجر ممكن ان يصير long، ومثل ما شفنا هنا الانتجر ممكن ان يكون long والفلوت ممكن ان يصير ايضا long. انا دزيت لانتجر بلونج، فمن نرجع للتعريفات مالتي نرجع لهاي المعادلات، الانتجر اوكي بس بالثانيه ممكن ان يصير لونج، لان انا عندي امبليسيت كونفرزيشن يعني تحويل ضمني، فالتحويل الضمني ممكن ان اجابه تحول الانتجر الى لونج، وبهاي الحاله ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تايب يعني امبيجوس وذ كومبايلر، الكومبايلر يبقى شنو؟ راح يكون غموض لديه غموض. لازم overloading بهيج حالة الكمبايلر لازم يطلب من اليوزر الموست سبيسيفيك، اللي مخليكم جواها خاط. شنو معنى الموست سبيسيفيك طلاب؟ الموست سبيسيفيك يعني يا دالة اللي هي أقرب للاستدعاء اللي دزيناه كأكس وواي. فإذا الميثود 1 is more specific than another M2. If any legal call of M1 would be a legal call of M2 if more conversation we done. Then لنفرض أنا سويت استدعيت الدالة ودزيت لانتجر انتجر يعني X X معرف نحن انتجر X long Y والزد أيضا، فأنا شريت دزيت لX بX اللي هن اثنين هن انتجر، بهاي الحالة ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي none of these is most specific and therefore the call is illegal. يعني أنا هنا بهذا الاستدعاء الX والY نعم أنه ثلاثة ينطبقا X وY الأولى والثانية والثالثة، بس الكمبايلر شختار الموست سبيسيفيك اللي هي الحالة الأولى أو الميثود الأول، الميثود الأول. بس بهاي الحالة أنا دزيت لX بX راح يستدعي الأولى تنطبق، الثانية تنطبق، الثالثة تنطبق، لذلك راح يصير الاستدعاء الليجول. صح بالحالة الأولى حليناها بالموست سبيسيفيك، يعني الطالب من يجي بالامتحان يريد يحل الأولى تنطبق، الثانية تنطبق، الثالثة تنطبق كمعادلة كميثود، بس الموست سبيسيفيك هي اللي راح ياخذها الطالب اللي هي أول وحدة الانتجر واللونج. بس هنا أنا عندي X بX والX بX هو انتجر بانتجر، زير الانتجر والانتجر بيا ميثود راح تنطبق، فايش راح يسوي؟ راح لازم أسوي مثل ما كنا بالمحاضرات السابقة، أريد أطبق موست سبيسيفيك لازم أسوي أحد الدوال بكاستنج. مثلا إذا خليت لونج قبل الX راح يستدعي شنو؟ يستدعي الميثود الثانيه اللي هي تتقبل لونج بانتجر، لذلك لازم اسوي عمليه كاستنج. بالمناسبه الاوفرلودنج قلنا احنا انه هي تكون ميثود ماني ميثود وذ ذا سيم نيم، بس شرط الريتيرن تايب يختلف والبارامترز اللي بداخل الاقواس ايضا تختلف. السؤال المهم، هل يطبق فقط على الدوال؟ لا، ممكن اطبقه على اليمين على الكونستراكتر. الكونستراكتر شنو هو؟ الكونستراكتر هو الكلاس، مثلا لو عندي بابليك كلاس امبلوي او بابليك كلاس ستودنت، فاني الكونستراكتر راح يكون بابليك، اشيل كلمه كلاس واخلي كلمه ستودنت او امبلوي. فانا هنا عندي شنو؟ عندي ثلاثه كونستراكتر، ثلاثه بابليك امبلوي، بابليك امبلوي، بابليك امبلوي.
كل واحد من عندهم كررته لغرض ما بالبرمجة. فش راح أقول؟ راح أقول أما string name double salary date نوعه date of birth. بس الثاني البارامتر مالته شوفون تختلف عن الأول. الثالث البارامتر مالته أيضا تختلف عن الأول. لذلك هو صح كررناه بنفس الاسم بس البارامتر اللي موجودة بيش راح تكون مختلفة، يعني البارامتر اللي يتقل قبلها. واحد يسأل سؤال يقول شنو فائدة الأوفرلودينج؟ فائدة الأوفرلودينج بالجافا يعني ليش أنا أكرر كونستركتر وأكرر ميثود؟ نعم بعض المتطلبات اللي موجودة بالجافا مثلا أريد أطبع معدل لطالبين، أريد أطبع معدل لثلاث طلاب، أريد أطبع معدل لخمس طلاب لعشر طلاب، أريد مثلا على سبيل المثال أسوي كار مودل كل واحد إلى مواصفات، فأكرر نفس اسم الميثود نفس اسم الميثود بس كل وحدة نموذج يختلف. فأحد متطلبات الجافا هي الأوفرلودينج، ممكن أن يكون على الميثود وممكن أن يكون على الكونستركتر. زين فأنا أشرح لكم قبل قال لكم كلمة this تشير هي عبارة عن reference تشير إلى نفس الكونستركتر أو الميثود أو البارامتر اللي موجود in the same class. هذا مثال عندي كلاس اسمه employee بمتغيرات، هذا أول واحد constructor بثلاثة بارامتر يتقبل، الثاني أيضا constructor ب 2 بارامتر، الثالث أيضا constructor ب 2 بارامتر. ممكن أن تكرر حسب اللي أنت تريده كoverloading، يعني هذا public employee صار constructor. واحد يسأل سؤال يقول شلون عرفت constructor؟ لأن يحمل نفس اسم الكلاس ما عدا كلمة كلاس ما موجودة به public employee أيضا، بس البارامتر اللي موجودة بداخله أيضا تختلف من واحد إلى آخر. عن سؤال هذا للإطلاع، هذا construction and initialization object شلون أنا بالنسبة لي راح يصير عملية التنفيذ بالconstructor؟ طبعا تمر بعدة step، أول مرة لازم أخصص الميموري وبعدين راح أربط الكونستركتر اللي استدعيه، والسؤال اللي اسالكم به هل ان الجافا جنريت ديفولت كونستركتر؟ الجواب اريده من عندكم. يعني شنو ديفولت كونستركتر؟ يعني كونستركتر ما بي بارامتر فقط خواص فارغه. هل وجوده كتابته وعدم كتابته مهم؟ هل ان الجافا جنريت ات باي ديفولت؟ هسه هذا كونستركتر بي ثلاثه بارامتر، هذا بي اثنين، هذا بي اثنين، واحد يختلف عن اللاب. فالجواب ناقشوا لي اياه بالجوجل كلاس روم انه الجافا هل تولد ديفولت كونستركتر ومتى واين؟ اوكي بعدين اربط البارامتر مال من مال كونستركتر. كلمه ذس راح تستدعي الكونستركتر اللي موجود وريكيرسيفلي راح تكون عمليه الاستدعاء ريكيرسيفلي. نفرض هنا أنا هاي الخطوات اريد اطبق لكم اياها اللي كانت للاطلاع. مثال مثل ما قلنا انه هذا هو الكلاس، هذا امبلوي باي ديفولت هو اكستند الاوبجكت. شو معنى اكستند؟ يعني يرث اوبجكت اسمه كلاس بالجافا باي ديفولت تكتبه او ما تكتبه. ذن الانستانس مال الكلاس، ذن الميثود هذا الكونستركتر مالته. عندنا كلاس اسمه مانجر راح يرث الامبلوي، وطبعا هاي الوراثه والاوفرلودنج راح اشرح لكم اياها بصوره مفصله بالمحاضره الجايه. ليش؟ انا رديتكم تتعرفون فقط كملخص للمحاضره انه ممكن انا اسوي الكونستركتر. شكرا جزيلا استاذ مساعد دكتور مهدي عبادي مانع كليه تكنولوجيا معلومات قسم شبكات المعلومات.